بدوري مشاهدينا رح صبحكم بالخير. نحن وياكم تأكدنا من أبرز الأنشطة لليوم، كانت ثقافية اجتماعية رياضية وغيرها طبعا على الساحة اللبنانية. أما لقائنا الأول فرح يكون لنا موعد من خلاله مع الفن التشكيلي، هذا الفن اللي فعلا خلال هذه الفترة عم بيكون له أكثر من وجه وأكثر من اسم لامع، وفعلا الجاليريات بلبنان عم بيكون لها أيضا دور مهم جدا. اليوم الفنان التشكيلي بضيافتنا أستاذ شوقي فران، فنان تشكيلي، معرض فن تشكيلي جديد بجاليري سينتيا نهرة عفوا. المعرض رح يكون تحت عنوان تأمل العام في الخاص. أستاذ شوقي بدي صبحك بالخير. صباح الخير. يعني يعطيك ألف عافية. بعرف أنا لما تكون تحضيرات على الأبواب، لما يكون المعرض قرب وبكرة افتتاح معرضك بالجاليري، بعرف قديش بيكون في عجقة وقديش بيكون خفة وقديش بيكون التنظيم مطلوب. يعني أنت اليوم ضيفنا لنطل أكثر على هذا المعرض بالإضافة لأعمالك. أنا بداية بعرف أنه إلك بالمكتبة الفنية التشكيلية طبعا عشرات المعارض التشكيلية. خبرنا عن بداياتك، عن كيف تأثرت، بمين تأثرت، كيف بلشت بالفن التشكيلي، لنبلش شوي شوي نحن وياك نطل على عملك الجديد. أنا أول شيء بتشكرك أن يكون موجود معك بالحلقة، ونظرة صغيرة عن بدايتي. أنا تركت لبنان بسنة 81، صار لي 31 سنة عايش بأمريكا. أنا من زحلة وتركت 6 سنين خلال الحرب، وعشت فترة الحرب خلال هالست سنين، ولما تركت ما تركت الحرب وراي وما تركت لبنان وراي. وكنت بدايتي بالرسم، بس كنت بعدني ابن 15 او 16 سنه بلشت ارسم، لان ما كان عندي الكلمات اللي بدي هي حتى اعبر عن الشيء اللي عم حسه داخلي. حلو كثير. رحت من التعبير بالكلام الى التعبير عبر الرسم بالصوره. والصوره مزبوط. وكانت بدايتي بالرسم تسويلات كثير عميقه، شخصيه، عن الوجود، عن الله، عن الخير والشر، وعن الانسان، وعن معرفه الذات. وهالبداية هيدي كانت كتير عميقة فيي. لما رحت على أمريكا درست بباستن بماس كوليج أوف آرت، خلال هالسنين هيدي نسيت السبب اللي من أجله اعتنقت الرسم، وكان همي الكبير أني أتعلم أرسم الباز. تروح على التقنية أكثر، تعلم الأساليب أكثر. هون خليني أسألك، يعني بعرف في كثير من الفنانين بمروا بعدة مدارس، بنهاية المطاف بعد خبرة طويلة بيوصلوا لأنه يرثوا على بر مدرسة معينة، بصير عندهم أسلوب معين، لهم خصائص معينة. اليوم أنت كيف بلشت؟ بلشت مع الواقعية، الانطباعية، التعبيرية، السوريالية، كيف بلشت؟ وين تنقلت؟ ولوين اليوم وصلت؟ بلشت بالرياليزم. التريننج اللي انا عشته بماس كوليج اوف ارت كان انه اطلع على شيء وارسم الشيء اللي عم شوفه. وبالفعل انه منوش شيء سطحي ولا نتفي، لانه الشيء اللي تعلمته وبتذكره بقوه من هالمرحله هيدي، انه قديش ما بنشوف، بنطلع بس ما بنشوف. ليك؟ لانه مرات بنطلع بس الفكره اللي عنا عن هالشغله اللي عم نطلع عليها بتلون الطريقه اللي بنشوفها فيها، بتكون ما لها خصة بالشيء الموجود برا. يعني كل حدا بيشوفها بطريقة أصلا خاصة فيه، لأنه كل حدا عنده انطباعه معين، عنده تربيته، عنده بيئته، عنده ثقافته. من هون بدي بحب أسألك أنا، قديش اليوم لما ترسم لوحة معينة، لما يكون عندك صورة معينة، قديش بتحط إنه أنا هيدي اللوحة بدي أقول فيها الرسالة التالية، ولا بتترك المجال أمام كل متلقي هو يفهمها على ذوقه على طريقته؟ أنا لما بعرض مثل رح تشوف بالمعرض بكرة، عادة لأنه لوحاتي غريبة شوي، العالم ما بتحس حالها أنها مرتاحة أنه هي تتفاعل مع اللوحة. بحسوا أنه في شغلة أنا بدي أعبرها باللوحة، وبحسوا أنه إذا ما عرفوا الشيء اللي أنا بدي أعبره هني على خطأ. سو أول شيء بقوله لما يكون عندي محاضرات وإحكي عن لوحاتي، أنه ما تهتم الرسام شو بده يقول، اهتم أنت شو عم تشعر، واهتم أنت شو عم بتفكر قدام اللوحة. لانه هاللوحه الرسام كان عنده علاقته مع اللوحه، وهلا هاللوحه موجوده خارج الرسام وعم تطلب علاقه معك. اذا ما في حوار مع اللوحه، واذا مش عم تحكي لك شيء وتعني لك شيء، برايي انا ما بهم الرسام شو بيقصد، لانه لما تقول هو شو بيقصد عم تاخذ المسؤوليه بعيد عنك وعم تحطها على غيرك، مش عم تقدر تستعمل هالفرصه هيدي تتعرف على شيء بذاتك. لما تشعر بشيء مش عم تسأل حالك ليش أنا عم بشعر هيك، لما تفكر بشيء مش عم تسأل حالي ليش أنا فكرت هيك، عم تسأل حالك هو شو قصد، هو ليش عمل هيك، ليش اختار هاللون، ليش اختار هاللعبة هيدي. وما بتتعلم على شيء عن حالك. أنا برأيي الرسم هو وسيلة حتى
تعطينا طريق لذاتنا، طريق لجوا، حتى نتعرف على شيء من خلال اللوحة، من خلال هاللقاء مع اللوحة على شيء موجود فينا ونحن مش شاعرين فيه. وكأنه أيضا من خلال اللوحة بصير هذا الحوار بين المتلقي والفنان، لأنه اللوحة أيضا بتعبر عن الفنان وهواجسه. هوني قبل ما بلش أنا وياك نشوف بعض الصور عن معرضك الجديد، اسمح لي أسألك عن موضوع الرمزية. يعني في كثير من الفنانين التشكيليين بيكون عندهم الرمزية، بعض الرموز بتتكرر كثير بلوحاتهم، مثلا على سبيل المثال للحصر طبعا موضوع الحصان اللي بيتكرر كثير عند كثير من الفنانين للدلالة على ما بعرف الكمال أو أمور ثانية. بلوحاتك بأعمالك منشوف الرمزية، منشوف تكرار لكثير من الرموز. أكيد أنا بعتبر شغلي كثير رمزي، والرموز اللي على طول بتتكرر بلوحاتي روس اللعب المكسرة مثل ما عم نشوف على الهواء طبعا، روس اللعب المكسرة وجماجم والإنسان العاري. وبدي اقول لك انه يعني خليني وحده وحده انا وياك، خطوه خطوه مثل ما بيقولوا. روس اللعب المكسره يعني على شو عم ندل؟ يعني كانه في طفوله، فيها الم، كانه في حرب، يعني شو بدك تقول من خلال هذا الموضوع؟ انا بقدر اقول لك انه ما بتقدر تطلع على لوحاتي بدون ما تفكر انه الانفعالات والانطباعات اللي عشتها بحرب لبنان ما اثرت علي، بيكون هالشيء كذب. بس also كثير مهم انه ما تقولوا انه شغلي بس مجرد عن حرب لبنان. ليش؟ لأنه الرمزية تبع اللعب هي رمزية عن الإنسان. أنا هدفي بالرسم الإنسان. نعم. هدفي معرفة الإنسان ومعرفة الذات. نعم. بس شوقي عم نشوف اللعب المكسر، يعني قطع ثلاث لوحات، عم نشوف لعب مكسرة، عم نشوف تدمير. برأيك اليوم اللي بده يشتري لوحة بيشتري لوحة ليعرضها ببيته، بعمله، بمحل ما هو موجود، يعني بيشتري لوحة تريحه أكثر ولا بيشتري لوحة تذكره ببعض المواضيع؟ بيع اللوحة وشري اللوحة مش همي أبداً. ما بيكون هالشيء براسي لما اكون عم برسم اللوحه. لما اكون عم برسم اللوحه همي انه شو عم بعبر فيها، وشو بقدر ساعد لما يكون حدا بلقاء مع اللوحه، شو بقدر ساعده انه يتعرف على شيء بذاته. لانه الرسم مثل الموسيقى، مثل اي عمل فني، بيقدر يكون من اجل الانترتينمنت، واكيد تكون لوحه حلوه تنحط على الحيط وتجيب جمال للبيت، وفيكون للتعبير، او بتقدر تكون للتعبير وللمواجهه، وحتى تخليك توصل لبعد ما كنت بتوصل له لو ما كان فيها التفاعل مع اللوحه. هلا انا وياك نطلع على اللوحه اللي عم نشوفها على الهواء، شو عم نشوف بهيدي اللوحه؟ ايضا في دوما يعني. هيدي اسمها العروس مين العروس باللوحه هذا الشغل؟ اكيد اكيد اللي ما لها شعر واللي عندها حزن. لا مش معنى نحن بنشوف العروس اللي عم تبتسم، العروس اللي لابسه الطرحه، هيدا بالصوره النمطيه اللي نحن بنعرفها. ويل كرمال هيك لما تتطلع بتلاقي قديش في حزن بحياة الإنسان بسبب المجتمع، بسبب اشياء انفرضت عليه، لما ما يكونش في خيار، لما ما يكونش في ترانسندنس، مرات الاختيارات اللي بنعملها بتسبب لحزن اكثر. مين اللي وراء العروس؟ يعني شو هي، مين عم تجسد بهذه الشخصيه؟ حدا عم بيملي على العروس امور معينه، اكان اهل، اكان مجتمع؟ لانه لما تتطلع بالرجال اللي عم بيحكي معها مثل كانه عم بيقول لها شيء وهي مش رضيانه علي. سو هل يا ترى انا بهاللوحه هيدي عم بحكي عن الاشياء اللي انفرضت علي اللي ما هي اختارتها؟ وهون المشاهد له دور كبير، لانه الانتربريتاسيون تبع المشاهد هو اللي بيلون هاللوحه تحليل بطريقه او باخرى بطريقه معينه. باللوحه الثانيه انا وياك عم نشوف مجموعه من السواد، اذا بدك مجموعه من الضباب، وفي انسان، في جسم انسان عاري مثل ما عم نشوف، كانه عم في تامل، هذا انسان عم يتامل او كانه بحاله حزن معينه. اللي عم تشوفه بالسواد ورا هي روس لعب كمان مكسره، واللي عم تشوفه قدام هو انا كان عندي شعر بيوم من الايام، واكيد هيدي تامل ذاتي. نعم. وهيدي بتعطيك فكره كثيره عن العنوان تبع المعرض، لانه لما تتامل على التامل الذاتي مثل عم تروح من اليونيفير انترن لليونيفير اكسترن، وعم تتطلع حتى تجرب تفهم اكثر شو علاقه الداخل بالخارج. نعم. قديش هالعلاقه ما بتقدر تتجاهلها، لانه على طول الخارج عم بياثر على الداخل، والداخل بياثر كيف بتنظر للخارج. سو لما عم بتطلع وعم شوف العنف اللي حوالي، لما تتطلع وتلاقي انه هالانسان عم بيتكسر، اللعب المكسره هي رمز للانسان، ما بلعب باللعب انا. لما اتطلع وبلاقي الانسان عم بيتكسر حوالي، عم بسال حالي بشو عم بيتكسر الانسان؟ مرات عم بيتكسر بسبب الدين،
مرات عم بيتكسر بسبب الوطنية، مرات عم بيتكسر برموز وبشعارات كتير قوية اللي وجدت تخدم الإنسان، بس بدل ما تخدم الإنسان عم نستعملها حتى اطلع على الغير كغير، حتى اطلع على الصواب وعلى الحق. ما حدا بيطلع وبيقول الحق علي. تصور بكل الحالات دايما ما بكل الحالات مش سياسيا صحيح. اجتماعيا 100%. او فرديا سو لما تحكي نعم. هيك التطور الذاتي بيصير لما تلاقي انه عم تتطلع وتلاقي انك انت مرات عم تتهم الغير باشياء موجوده فيه. استاذ شوقي ما عم شوف كثير الالوان بلوحاتك، يعني اجمالا اللوحات اللي قطعوا عم بيكونوا فيهم كثير من الالوان، ما بعرف الجامده، ما بعرف كيف فينا نسميها الالوان، يعني ما فيها حياه، اللوحه ما فيها حياه، عم بتكون الالوان اكثر غامقه، عم بتروح على بتعبر عن الحزن عن الموت اكثر، بهيدي اللوحه يعني اول لوحه قطعت شفنا الوان، بس حتى الالوان ما عندها اللون اذا بدك كثير مؤثر، ما عندها اللون الكثير قوي، يعني اذا شفنا الازرق مش الازرق الكثير قوي، الاحمر ايضا مش الاحمر الكثير قوي، قديش في علاقه بين اللوحه وبين اللون، قديش في علاقه بين الرساله وبين اللون من جهه ثانيه؟ كثير قوي، لانه اللوحه ما بتعبر عن اللوحه بالسجيه اللي عم ترسمه، رسم اللعب او النيو، كل القرارات اللي بتاخذها من الكومبوزيسيون من الكولور من البينت ابلكيشن كلها هيدي بتاثر على الطريقه اللي بتقرا فيها اللوحه كمان. نعم مثلا بقدر اقول لك عن هيدي اللوحه. تفضل. هيدي اللوحه كثير قويه لانه سميتها الاجهاض، هل هو حياه؟ الاجهاض اسم اللوحه الاجهاض. بتسمي كل لوحه بتعنونها بعنوان معين لكل لوحه؟ العناوين بلوحاتي كثير كثير اسونسيال للوحه. نعم. برايك لانه بلا عنوان يمكن المتلقي يروح لمحل ثاني. بدي يروح لمحل تاني، بس العنوان ما بيحده اكثر للمتلقي، بيخليه يصير بخلفيه معينه، بياخده على محل معين. بجوز هيدي صله الوصل بين افكاري وافكاره لما يتطلع على اللوحه، لانه لما عم تطلع على اللوحه ما بدي مثلا يطلع حدا بهيدي اللوحه ويقول الرجل العاري امام رؤوس اللعب، ما بيهمني هالعنوان. شو بدك يقوله بهيدي اللوحه؟ هيدي اللوحه اسمها ناشونال انترست فيرسز هيومن رايت، les intérêts nationaux contre les droits personnels. شوف اللون الازرق بهذه اللوحه، يعني كانه في شيء ازرق على الارضيه معينه، ليش استخدمت الازرق؟ رمز الازرق، رمز امان بالنسبه لي، بس لما تطلع باللعبه عم تطلع فيها مثل كانها موجوده بالمخيله تبعه او بالهواجس تبعه، لانه مثل كانه الريفليكسيون دو موند انتان صارت برا. نعم، اسمح لي استاذ شوقي، انه رمزية اللعبة، رمزية الدمى، يعني هذا الموضوع اللي بيكون إذا بدك من أحب الأمور على قلب الولد، على قلب على قلب الطفل، يعني أكيد. الدمية، يعني اللعبة، حتى في ناس يعني بيتعلقوا بالدمية، بيتعلقوا باللعبة تبعهم، بتصير إذا بدها تنام صبية أو الشاب، يعني طبعا بعمر الطفولة بيكون عندهم هيدي الدمية تبعهم حدهم، حتى لما يكبروا بترافقهم بكثير مراحل من حياتهم، لما يتزوجوا تنتقل معهم على بيوتهم. عم بتدمر لنا هيدي الدميه بلوحتك، يعني عم تاخذنا على محل ثاني، يعني الدميه رمز للفرح، رمز للحب، رمز للطفوله، رمز للعب، رمز للطفل، اليوم انت اعطيتها رمز ثاني، اخذتها لمحل ثاني، كانك عم بتدمر هيدي الصوره باذهاننا. مش انا اللي عم بدمرها، مش انا عم بدمرها، من خلال الجمل المدمره مثل ما انت استعملت الكلمه، عم بسال حالي مين اللي عم بدمر الطفوله، مش انا عم بدمر الطفوله. وشنو الاسباب اللي عم بتدمر الطفوله؟ قديش عم تعطي من ذاتك بهيدي اللوحات؟ يعني قديش شوقي موجود؟ قديش يعني هيدي الحرب اللبنانيه اللي للاسف يعني بعدها عم تستكمل، يعني بعدنا عم نعيش اذا نتائجها اكثر لليوم، قديش نتائج هيدي الحرب اللبنانيه موجوده بخلال لوحاتك؟ هيدا كان كثير مهم للإيلون تبع اللوحات، بس بقدر اقول لك صار لي 31 سنه عايش بامريكا وسافرت كثير بحياتي. نسيت 31 سنه ما نسوك هيدي الحرب، الامها، اوجاعها؟ مش عن الحرب، كرمال هيك قلت لك الحرب كانت بدايه لهالتفكير هيدا، بس اعمالي هلا بعد 31 سنه مش عن الحرب، انا اعمالي عن الانسان المدمر وين ما كان، كان بافريقيا وكان باسيا وكان باوروبا وكان بامريكا، لانه الانسان انسان رغم الديفرنس بالحضارات وبالاديان وبمستوى مثل ما شفنا بالبرنامج اللي قبلنا عن مستوى الرفاهيه بالمجتمعات، ما بتعتقد انه في طفوله مدمره بامريكا؟ ما بتعتقد انه في دمورة طفوله مدمره باوروبا؟ أنا اللي بيطلع بالدمى المكسرة وبيقول هذا الإنسان بلبنان بقول له أنت غلط، هذا الإنسان وين ما كان؟ لأنه القوى اللي عم بتدمر الإنسان والقوى اللي الإنسان عم بيواجهها، لما تفكر أنه شو في أشياء نوجدت تخدم الإنسان، تنقول مثلا الاقتصاد، لشو نوجد الاقتصاد؟ تيخدمني إلي وإلك، كل شيء نوجد لخدمة الإنسان،
بس لما تطلع بتلوها على المكسره بتقول شنو اللي عم بيكسر الانسان؟ مش شوقي اللي عم بيكسرها. نعم. استاذ شوقي قديش الفن الملتزم، اذا بدي سمي فنك اليوم التعبيري، ملتزم بقضيه معينه برساله معينه، قديش بعد له سوق اليوم؟ قديش بعد له ناس؟ قديش بعد في ناس مقبله على هذا النوع من الفن؟ كمان مش شغل. انا شغلي اني اقدر اتوصل، انه اتامل شو الانسان، لشو نوجد، وليش مش عم بيقدر يتطور اكثر من سنين فشل. لما نتطلع مثلا 30 سنه حرب بلبنان، لما تتطلع وين لبنان هلا، من لبنان سنه ال 75 لما بلشت الحرب، ليش عم نكرر ذات الاغلاط؟ ليش عم نرجع نوقع بذات الاشياء؟ انا معك، بوافقك، يمكن بكل هالاشياء هيدي اللي عم تخليني كفي بهالطريق. انما في ومضة امل، يعني في ومضة امل في جزء ايجابي دايما بالحياه، وفي رجاء، لانه اذا بقينا نفكر على هيدي الوتيره ما بنوصل لمحل، بنضلنا اذا بدك نبكي ونقول لا مش مزبوط، بدنا شويه امل، يعني بدنا شويه حياه بهذا الموضوع. الامل هي الكرياتيفيتي. الامل لما في ترانسندنس، ترانسندنس يعني تتطلع بالتراجيك وبتلاقي منه الحياه اللي عم تنبت، يعني تتطلع بالالم وبتولد من الالم بعض الرجاء او بعض الفرح، تعطي الامل من الفرق من الالم، تعطي الامل من الالم، هيدي الترانسندنس. استاذ شوقي انا رح اذكر المشاهدين انه جاليري سينتيا نهره بكره على موعد مع اعمالك الفنيه، لوحاتك بضمن الفن التشكيلي بكره بتمام الساعه 11 رح تكون مزبوط. الافتتاحيه الافتتاح الساعه 6 للتسعة، الساعه 6 المساء للساعه 9 المساء. المعرض رح يستمر من بكره 23 شباط لغايه 5 نيسان يوميا من الساعه 11 لل 7 المساء، انما السبت من ال 11 ل 2 بعد الظهر. انا بدي اشكر وجودك معنا اليوم استاذ شوقي فران، على امل دائما يكون لك اعمال جديده، واعمالك جديده يكون فيها اكثر حياه، فيها اكثر لون، فيها اكثر امل، لانه نحن ابناء الحياه وابناء الامل. شكرا لك. ميرسي كثير لك. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم وقفتنا التالي، رح تكون مع مطار بيروت الدولي فقره بالسلامه، تابعونا.